بهذا واحد القضيه ما تقلقوش الا شفتيني كنضحك. راه قلتها للاخوان في الرباط واحد النهار جيت لعندهم في الامانه العامه ما باين لي والو. قلت لهم هذا النهار راه كيبان لي غير الضبابة ما نتكلمش انا تكلموا انتوما. قلت لهم لانهم اللي تشوفوني واحد النهار واحد الاخ قال لي طولت يا سي عبد الاله. طبعا تقلقت انا وياه. قلت لهم ما عمركم تواخذوا عليا الا طولت. اذا شتيوني كنهضر الحمد لله. ولا شتيوني كنضحك الحمد لله. لا شتيوني ما كنضحكش راه القضيه حامضه. لا شتيوني ما كنهضرش راه القضيه غامضه راه ما كيبان ليا والو. لان شنو هي السياسه؟ السياسه هي كتكون كتبان لك الطريق. وتصف كيف يمكنك ان تسلكها انت ومن معك. هذه هي السياسه. ماشي السياسه هي الديماغوجيه ولا يعني الكلام ديال ملء الوقت وملء الاسباس يعني الفضاء الاعلامي. لا بحال اللي كيديروا هذوك ما كيتكلموش بعدا. وحتى ملي كيتكلموا كلامهم كيطفى ربما قبل ما يكمل وما تيكون عنده حتى شي تاثير وما تيتبعوا حتى شي واحد. وحتى هذوك اللي كتكون عندهم القدرات ديال الديماغوجيه وديال فهمتيني ولا لا وديال الكلام يعني الذي يلقى على عواهنه يعني كدوز واحد الوقت كيتكشفوا. كاين ناس عندهم قدرات ديال الكلام انت بلا ما نذكركم اسماء راكم تتعرفوهم. ولكن فين هما اليوم؟ كانوا في الوقت ديالي جابوهم خصيصا. ما تخيلوش باللي شباط غير جا وطلع امين عام ديال حزب الاستقلال. هذه اهانه لحزب الاستقلال. اهانه مدى الظهر. ما عمرهم غيقدوا يمحيوها. حزب على الفاسي تراسوا الشباط. هذه جريمه سياسيه في حق الوطن ماشي في حق حزب الاستقلال. لان حزب الاستقلال اللي كان كيقول على الفاسي رحمه الله تيقول لك الا مات الفيل تيبقى عظام ورسمان. واخا يكون حزب الاستقلال ضعاف ولا نقص ولا كذا الى اخره راه هذا حزب الاستقلال هو اللي ساهم كحزب سياسي بالنصيب الاوفر في استقلال المغرب. وكان يراسه زعيم من زعماء المسلمين في العالم. العالم كله كيعترف بالمكانة ديالو. وسع الله الفاسي رحمه الله دولة واحدة اللي كان فيها يهاجم دولة واحدة في العالم كله هي المغرب لأسباب. دابا كيرجعوا له دابا كلشي على يا كل لا على الفاسي على الفاسي اليسار اليمين كلشي. ولكن واحد الوقت راه كانوا كيمشيو يطفيو عليه الميكروفون ويطفيو عليه الضوء في الجامعة ما كيخليهوش يدير محاضرة. وعانى كذلك من الدولة عانى المعاناة الشديدة مع الدولة فهمتيني ولا لا. ورغم انه سيدنا الله يرحمه حضر الجنازة ديالو النهار اللي مرض مشى لعنده الى اخره حضر الجنازة ديالو بمعنى جاع الزام. ما سيدنا ما كيحضرش الجنازات فهمتيني ولا لا. هذا عادة عند هذه الأسرة هذه اللي كتحكم ما كيحضروش الجنائز. الملوك ما تيحضروش الجنائز ولكن مشى للدار ديالهم وعزى الأسرة ودا يعني واحد الغطاء غطى به التابوت ديالو اللي كان فيه السي علال رحمه الله. ولكن السي علال لم ياخذ حقه كزعيم وطني بالشكل المطلوب. واقل شيء ان يتراس الحكومه السي علال الفاسي. السي علال الفاسي يعني بحال اللي قال عليه السي عبد الكريم غلاب رحمه الله عاش محسودا عاش محسودا ويعني ومات بدون ان يعني ان يوفى حقه رحمه الله. يجي انسان بحال الشباط هذه اهانه للمغرب في الحقيقه. خص شي نهار توقع هذه المحاكمه في هذا الشيء. حزب الاستقلال تنقول حزب الاستقلال. على كل حال انا نفسي كانت عندي سابقه في حزب الاستقلال. الاسره ديالي استقلاليه. الوالد رحمه الله ما كانش استقلالي ولا اتحادي ولا والو. الوالد رحمه الله كان رجل طرقي فهمتيني ولا لا. تيمشي مع التيجانيين تيحضر
الجمعه كيصلي الصلوات ديالو يقرا الوظيفه ديالو يجي للجامع يجي للدار يمشي للحانوت. ولكن الوالده كانت استقلاليه وماتت استقلاليه، وخا ولدها من العداله والتنميه هي ما ظهر لهاش، كانت كتبغي العداله والتنميه كتبغي ولدها، ولكن ماتت استقلاليه رحمها الله. فهذاك جابوه باش لا هو لا دوك الزعماء اللي كانوا في ذاك الوقت، جاء بعضهم ببعض فهمتيني ولا لا؟ باقي كنتذكر هذاك ما عرفتش غنسميه ديال الياس العمري، قال لهم النهار اللي طلع شباط فرحت، طبعا فرح لانه تيظن باللي جا شي واحد اللي غادي يواجه عبد الاله بن كريم، واجهني طبعا وخلى ما خلى ما قال، ولكن فين هو اليوم؟ اين هو اليوم؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.